قلت ايه يا هاشم بيه؟ في ايه يا شيخ حافظ؟ في الطلب اللي طلبته من سعادتك دلوقتي. انا طالب ايد فكريه هانم لصديق عمري واخويا وحبيبي الاستاذ منصور الشامي. قلت ايه؟ قلت انك راجل طيب يا شيخ حافظ، ومقامك عندنا عالي وغالي، بس يا خساره بتورط نفسك في حاجات ما يصحش راجل في مقامك يتورط فيها. انا لغايه دلوقتي مش شايف ان لا سمح الله اتورطت في حاجه تقل مقامي عندك يا سعاده البيه. لما تيجي لحد هنا يا شيخ حافظ وتطلب مني طلب غريب زي ده، تبقى بتقل مقامي ومقامك، وده مش شويه ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وطلبي ده يقل مقامي ولا مقامكم فيه يا هاشم بيه؟ فهمني. لان صاحب الطلب ده سبق اتقدم لنا بطلبه بكل بجاحه وخد جزاؤه، لاننا رفضناه وعرفناه مقامه وفهمناه انه تجاوز حدوده بكتير لدرجه قله الادب، لكن الظاهر انه ما استوعبش الدرس كويس وجاي يكرر غلطته تاني دلوقتي. اسمح لي يا سعاده البيه، بعد اذنك، يعني انا شايف ان الاستاذ منصور الشامي اللي البلد كلها بتتباهى بيه وبعلمه وبادبه ما يستاهلش منك التجريح ده كله الا ملوش لازمه، عشان يبقى يحترم نفسه وما يحاولش مرة تانية يبص لفوق يا شيخ حافظ. فهمت؟ الأستاذ منصور تتشرف بيه أحسن العائلات يا عبد الوارث بيه، علم وأدب وأصل وأخلاق كريمة. أصل إيه يا شيخ حافظ؟ ثم إزاي قدر يضحك عليك ويخليك تقف الموقف اللي أنت فيه ده؟ لسه عايز تستنى حاجة تانية يا أستاذ؟ أيوة يا شيخ حافظ، لسه في كلمتين صغيرين عايز اقولهم لهاشم بيه وعبد الوارث بيه النعماني. الكلام اللي سمعته منكم دلوقتي مش غريب عليا، بالعكس، ده انا كنت متوقع اسمع كده واكتر من كده كمان، لانه للاسف هي دي اخلاقكم. اخرج اطلع بره. انا خارج يا هاشم بيه، خارج، بس عايز اقول لكم ان الانسانه النظيفه البريئه اللي انتم ما قدرتوش على مدى عمرها كله انكم تلوثوها بشرككم، واللي انا جاي النهارده مخصوص علشان انقذها من عيشتها معاكم، الانسانه دي هي بنفسها اللي من النهارده هترفض انها تعيش معاكم تحت سقف واحد، وانا واثق ان ربنا ان شاء الله هينصرها وهينصرني عليكم في يوم من الايام. بقول لك اطلع بره من نفسك، بدل ما انده الغفر والخدامين يشيلوك يرموك بره. تعيش تعيش يا هاشم بيه، بس من النهارده خلوا بالكم مني كويس قوي، لأن نهايتكم هتكون على إيدي عن قريب إن شاء الله. سامعين؟ برا! يلا بينا يا شيخ حافظ. بتعيطي؟ كمان بتعيطي يا إخلاص؟ لو أنت كنت عايزاه يجي لحد هنا ويقول لابوكي واخوكي الكلام اللي هو قاله ده ويسكتوا له ولا يطبطبوا عليه؟ مش هما اللي ابتدوا بالغلط يا خلاص، وبهدلوه وهانوا قدام الراجل اللي معاه، وكان لزومه ايه ده كله؟ انت مش قايله انك منبهه عليه ان هو ما يجيش هنا اليومين دول ولا يتكلم مع عبد الوارث في موضوعكوا في اي مكان؟ لكن جه واتكلم يا خلاص، جه واتكلم وانتهينا. يوم يبهدلوه ويهنوه ويعملوا فيه العماير دي كلها قدام الشيخ حافظ، ويا ريتها تنتهي على كده وبس. الله اعلم بقى ابوكي واخوكي بيدبروا له ايه دلوقتي، وكل ده بسبب جنانك انت. وهو هو مين ده؟ والله ما حد يفكر يمس شعره من شعر راسه الا وما حد هيقف لهم الا انا. انت سامعه؟ قلتم قلتم على وشي يا منصور يا ابني، قلتم ولم الناس واهل البلد عشان يقولوا الوليه دي اتجننت؟ ليه يا ابني ليه؟ ليه تعمل فيا وفي نفسك كده؟ ده انا اترجيتك وكنت حبوس على ايدك. ليه؟ عشان تنسى الموضوع ده كله. ايوه تنساه، وصدقتك لما قلت لي انك نسيته خلاص. ايه يا منصور ايه؟ الله، كنت بتكذب عليا، كنت بتكذب على امك يا ابني. يا حاجه يا حاجه اهدي شويه، مش كده؟ اهدى 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 ازاي؟ انت فاكر يا ابني لما تقول لهم الكلام اللي قلته لي من شويه ده في وشهم وفي قلب السرايا بتاعتهم هيسيبوك؟ لا يا شيخ حافظ، لا، انا لازم دلوقتي اخش الم هدومه وهدومي، ملناش اقعد في البلد دي، احنا لا يمكن نبات الليلات في البلد دي. بالهداوه يا حاج، بالهداوه، مش كده؟ انت
كمان بتقولي بالهداوة يا شيخ حافظ؟ يا ناس يا ناس، حسوا بالنار اللي جوايا يا ناس. يا أمي يا أمي، حرام عليكي بقى، كفاية كده، حرام. إيوة مناه، بقول لك العملية دي لحساباني. أنت ملك عبد الوارث بيه يعرف ولا ما يعرفش؟ ده شيء ما يخصكش. ما تفهمني إيه العملية يا مناه؟ إيه؟ وأنا يعني ماليش خاطر عندك تعمل لي عملية زي كده؟ شوف يا سيدي، أنت عايز تاخد كام؟ وأنا هدفع لك. خلاص، ما دام أنت عارف إن الكلام ده عيب يبقى تسمع الكلام. ابعت لي الراجل بتاعك بكرة. أنا هستناه على الجسر اللي على أول طريق البلد. أيوه. أنا هفهمه على كل حاجة، ما تقلقش. يلا. سلام أنت دلوقتي. مع السلامة. عشان تبقى تعرف تطول على الجيوش مهران وتحط مناخيرك في اللي مالكش فيه يا حضرة الأستاذ. اخص عليك يا ابن صبحية، ده انت خبت خالص، ما عادش منك راجل. يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل يا سعادة الباشا ومزعلك مني كده؟ أنا ما شفتش نتيجة في الموضوع اللي أنا كلمتك عنه. أوعى تقول إنك مش فاكره، أحسن تكون نهايتك على إيدي النهاردة. لا يا سعادة الباشا، إزاي مش فاكره؟ فاكره. أنا كلمت صفية وقلت لها سعادة الباشا من طيبة قلبه مش هين عليه إن عطيات بنت المرحوم عبد الله اللي قاعد يخدم النعمانية طول عمره تروح كده يعني وتشتغل في البيوت وتتمرمط عند ناس أي كلام. طب ما أنت كويس أهو. ايه وبعدين؟ صفية عملت اللي عليها يا سعادة الباشا وزيادة، انما مفيش فايدة. عطيات من الشبه دماغها وراسها والف سيف، ما تيجي تشتغل هنا مش عارف ليه. مش هي اللي جاية هناك دي؟ ايوه هي بعينها يا سعادة الباشا. طب روح اندهلها من عيني. عطيات. ايوه يا عم الجيوش بتنادى عليا. تعالي كلمي الباشا بسرعه. حاضر. بسرعه. صباح الخير يا سعاده البيه، انا كنت جايه لسعادتك لمؤاخذه يعني اذا كنت بتقل عليك اليومين دول. ازيك يا عطيات؟ الحمد لله، تسلم وتعيش يا بيه. لا حضرتك عملت لي ايه في موضوع الشغل اللي كنت كلمت حضرتك عنه؟ طب اقعد على الكرسي يا عطيات. لا يا بيه ما يصحش. بقول لك اقعد على الكرسي. جرايه يا عطيات، ما اسمع كلام الباشا امال عشان يزعل منك. اقعدي. حاضر حاضر يا عم الجيوش. روح قول لصفيه تجيب لنا الفطار هنا. عطيات هتفطر معايا. نعم. ايه انطرشت؟ لا يا بيه انا فطرت الحمد لله، كتر الف خير. اسكت انت يا عطيات. يلا روح يا بجب. جيوشي يا جيوشي. ايوه حاضر يا بيه. انت يا جيوش. ايوه يا سعاده البيه. ايوه يا بيه. نعم. مين دي اللي قاعده مع هاشم بيه دي؟ دي عطيات يا عبد الوارث بيه. عطيات؟ عطيات مين؟ عطيات بنت المرحوم عبد الله خدامكم، ام الواد احمد عبد السلام. انت اتجننت يا جيوشي؟ ازاي تسمح لها انها تقعد مع هاشم به النعماني على ترابيزه واحده؟ ايه البجاحه دي؟ ده انا كمان رايح اجيب لها فطار بنفسي. هاشم به هو اللي امرني بكده. اصله عازمها على الفطار. انت بتقول ايه؟ عيب يا ابني، عيب يا ابني اللي انت عامله بتقوله ده. اللي بتتكلم عليها دي تبقى امك. 100 مره قلت لها ما تروحش السرايا دي يا ستي، ما بتسمعش الكلام ليه؟ وبتزعلي لما بقول انها ما عندهاش عزة نفس. عايز النعمانية يعملوا فينا اكتر من كده ايه؟ يدوسوا على رقابينا بجزامهم؟ مبقاش فاضل الا كده بقى. ليه يا ابني؟ هي رايحه تشحت منهم. دي رايحه تسال على الشغل اللي الراجل الكبير هاشم به النعماني وعدها بيه. فيها ايه دي؟ ولا عايزها تستنى لما كلنا نموت من الجوع؟ ده جزاءها برضه؟ يوووو يعني هو مفيش شغل غير عندهم يا ستي؟ انتوا عايزين تموتوني؟ عفضت شكله وتأكدت منه كويس؟ ايوه. ما
بقول لك ايه، هو كل ليله بيسهر في دار الشيخ حافظ زي عوايده وبيعدي من الطريق ده. شوف بقى انت هتستناه فين وتخلص ماموريتك ازاي. ما تقلقش من الناحيه دي كويس. اسمعني، اوعى تغلط غلطه قد كده لنروح كلنا في 60 داهيه. يا عم الجيش قلنا حاضر. اما نشوف. روحي يا عطيات، مالك يا بنتي؟ فيكي ايه؟ يا اختي؟ خدي خدي شوية الشاي دول اشربيهم واهدي كده واحكي لي مالك وفيكي ايه؟ اعذريني يا حاجة، من ساعة ما حصل اللي حصل النهاردة الصبح وأنا مش عارفة أتلم على جدتي لحد دلوقتي، وكويس إن الأستاذ مش موجود هنا عشان آخد راحتي معاكي في الكلام. خير يا ضنايا؟ خير يا عطيات؟ مالك يا حبيبتي قلقتيني؟ عطيات، أنت قلتي لي إنك النهاردة الصبح كنت في سراية النعمانية. إيه يا بنتي؟ سمعتي عن حاجة هيعملوها في منصور ابني وجاية تبلغيني؟ لا، بعد الشر مفيش حاجة زي دي. الله، امال ايه؟ فيكي ايه؟ احكيلي، تعبتيني. الراجل الكبير اللي اسمه هاشم بيه النعماني. وماله ده بقى اللي يتخف اسمه وسيرته بالدنيا كلها؟ عايز يتجوزني. بتقولي ايه؟ انا مش معاك يا استاذ في اللي بتقولي، وابتديت احس واقتنع ان الحاجة والدتك معاها حق في كل كلمة قالتها في الموضوع ده من اولي. في النهاية لا يصح إلا الصحيح يا شيخ حافظ، وإلا بقى نقول على الدنيا السلام. أنت لسه بعد اللي حصل وبعد اللي سمعناه منهم أنا وأنت بوداننا لسه عندك أمل إن الموضوع ده ممكن يبقى فيه حاجة صح؟ إذا كنت أنت وفكريا النعماني صح وعلى حق زي ما بتقول وأنا معاك في كده، لازم ما تنساش إنها مش في حكم نفسها وإن اللي حكمها في إيدهم رافضينك وبيكرهوك كره العمى. أنا ما كنتش مصدق إن موقفهم منك ممكن يكون فظيع للدرجة دي لغايه ما شفت بعيني وسمعت بوداني. وانا وفكريه مش هنستسلم يا شيخ حافظ مهما طال الزمن ومهما كان الثمن. نفسي افهم انت بتفكر فيه بالظبط. تكونش فاهم انك مهما عملت هتقدر تتجوزها وتناسبهم غصب عنهم، ولا ناوي تحرضها تهرب وتخرج عن طاعة اهلها وتتجوزه بدون موافقتهم ورضاهم. سبحان الله في طبعك يا شيخ حافظ. انت خلاص شفتني خدتها وهربت بيها علشان اتجوزها بعيد عن اهلها. الشيخ حافظ ما يقصدش يا استاذ. ما انتش سامع بيقول ايه يا شعبان. سبحان الله في طبعك. انا ما عدتش فاهمك. ما انا عايز افهمك، ما ليس الا ابوس ايدك علشان تشيل الموضوع ده من دماغك ولو اليومين دول بس. عايزني اقول لك ايه؟ ولا تقول ولا تعيد يا شيخ حافظ، ولا تقول ولا تعيد. انت زي ما تكون مستكتر عليا اقول اه وانا بندبح، زي ما تكون مستكتر عليا احلم عشان ما اطقش من جنابي من احساسي بالذل والمهانه. احلم بيوم اقف فيه قدام الدنيا بحالها واقول بعلو صوتي اني اخيرا قدرت اخلص الحته اللي مني من السجن اللي هما سجنوها فيه غصب عنها. ما تزعلش من الشيخ حافظ يا استاذ منصور، انت عارف طبعا انه ما يقصدش حاجه بكلامه ده غير انه خايف عليك. النعمانيه مجرمين وايديهم طايله والبعد عنهم غنيمه زي ما بيقول. انت اللي بتقول الكلام ده يا شعبان، انت اللي بتقول الكلام ده بعد كل اللي عملوه فيك، ولا نسيت؟ انسى ولا عمري هنسى يا استاذ منصور. وما اخبيش عليك اني كان نفسي ومن عيني ان انت بالذات ما تسكت لهمش وما تطيش قصادهم ابدا زي ما وعدتني. لكن ارجع واقول قلبي ما يطوعنيش انك تقف وش عالم مجرمين زي دول، لان انت خساره يا استاذ منصور، خساره. منصور يا شعبه! حاسب! حاسب يا استاذ منصور! استاذ منصور! استاذ منصور! استنى! استنى يا مجرم يا ابن المجرمين! استنى يا مجرم يا ابن المجرمين! الحقونا يا ناس! غيتونا يا عالم! الحقونا! مش فايته اللي قال، انت مش فايته يا عصام. حصل ايه؟ الدنيا اتهدت؟ مصيبه كبيره يا عمتي. ما تنطع يا شيخ الغاصب، حصل ايه؟ منصور الشامي انطخ بالنار هو والواد شعبان ابو ليله في الطريق اللي ناحيه الجسر الاول للبلد. بتقول ايه؟
الواد شعبان ابو ليلى هو اللي اتصف في رجله، انما الاستاذ منصور هو اللي حالته خطره. وسمعت دلوقتي وانا جاي من اهل البلد ان منصور مات. ومين اللي عمل العامله دي يا شيخ الغافر؟ مسكتوه؟ ابني منصور قتلوك يا منصور، العبادية قتلوني يا بلد، العبادية قتلوا منصور. منصور ابني، لا حول ولا قوة الا بالله. الاستاذ يعملوها والله، ما هم قادرين. زي ما بقول لك كده يا سعاده البيه، الولية أمه مهيجة الدنيا علينا. أيوة دايرة في البلد تقول الكلام الفارغ ده اللي بتقوله. لا أنا لسه معرفش حاجة ولسه ما عملتش حاجة، لكن قلت أتصل بسعادتك الأول عشان يعني لو في حاجة نقدر نلحقها ونلمها مع بعض. أنت اتجننت يا عمدة؟ حاجة دي اللي انت بتتكلم عليها؟ انا مالي ومال بلاويكو السودة دي؟ امه تقول اللي تقوله وتتحرق هي وبلدكو كلها، دول عالم مجانين. ايوة اتصرف وشوف شغلك يا عمدة وبلغ المركز والمديرية حالا دلوقتي. ده انت باين عليك بتخرف على كبر يا عمدة. يلا مع السلامة. الجوشي من بعد صلاة العشاء نزل نام، بيقولوا ان هو تعبان عنده دور برد. روحي صحيه يلا بسرعة يلا. حاضر. انا مش مصدق يا ام، الاستاذ منصور وشعبان ابو ليلى كمان. شعبان بخير، الرصاصة جت في رجله، لكن الاستاذ منصور هو اللي خلصان خالص. ده حتى الناس بيقولوا يمكن ملحقش يروح المستشفى اللي في المركز. منهم لله، منهم لله اللي عملوا فيه العملة دي. تفتكر يكون النعمانية صحيحة؟ شفت يا شيخ حافظ، جالك كلامي، شفت اخرة مشوارة بنت النعمانية؟ منهم لله، منهم لله يا سلام المفترين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ناس حد يطلع يطمني يا ناس، حد يطلع يطمني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ادعي له يا حاج، ادعي له. يا ابني ده انا يا ابني. ان شاء الله خير يا حاج، ان شاء الله ربنا يعافينا بألف سلامة. بس لو كانت ايدينا طالت اللي عنب فيهم العبلة دي، بس هيروح فين؟ زمن المعمول والمركز كله في البلد، وهيجيبوا له تحت سبع ارض. يا حبيبي يا ابني يا طلعي. طمني يا عم الشيخ حافظ، ما حدش طلع من اوضه العمليات؟ ما حدش طمنكم؟ ربنا موجود يا ابني، رحمته واسعه. ما سمعتش كلام امك ليه يا منصور؟ ما سمعتش كلام امك ليه يا ضنايا؟ وحيد الله امال يا حاجه. لا اله الا الله، محمد رسول الله. ان شاء الله ربنا هينجيه ويملينا بالف سلام. طمنيني يا اختي، طمنيني يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ خير دلوقتي، الدكتور يطلع يطمنكم بنفسه. ربنا يطمنك يا بنتي. يا رب يا رب يا رب. انا عارف انت عماله تلفي وتدور على ايه من الصبح. ما انت اتجننتي خلاص، ما بقيتيش تعرفي تفرقي بين اللي يتقال واللي ما يتقالش. عجبك التخريف اللي بتقوله بنتك ده يا هاشم بيه يا نعماني؟ ده مش تخريف يا عبد الواس، وانت عارف كده كويس. منصور الشامي عمري ما كان له اعداء، لا هنا ولا في اي حته تانيه.
ولا عمرنا سمعنا ان حد بيكرهه ومش طايقه للدرجه دي عشان يطلع ورا في نص الليل ويضربه بالنار ويحاول يقتله. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ولا انا بخرف وجننتي زي ما بتقول؟ وانا بقى اللي طلعت عليه في نص الليل وضربته بالنار، مش كده؟ ما هو ما حدش بيكرهه في البلد دي غيري، زي انت ما بتلمحي من الصبح. مش ده برضو اللي انت عاوزه تقوليه؟ ايوه. اخلاص، خدي بنت عمك واطلعوا فوق. حاضر يا عمي. يلا يا فكريه، يلا يا فكريه، اخدي الشيطان دلوقتي اطلعي معايا على فوق، خلي الليله دي تعدي على خير. حاضر، انا هطلع فوق واسكت خالص، مش هفتح بقي بكلمه. لكن والله العظيم، والله العظيم اللي مد ايده على منصور ما هيفلت من عملته دي مهما كان. انا بقول اهو مهما كان. جننت. هو سؤال واحد هسأله لكم انتوا الاثنين، ومش عاوز غير الحقيقة. انتوا عارفين غضب هاشم النعماني شكله ايه؟ انتوا ليكوا دخل باللي حصل للولدين دول لله دي؟ حضرتك كمان يابا؟ حضرتك كمان بتتهمنا؟ العمدة بلغني دلوقت ان ام الولد اللي اسمه منصور اتهمتنا رسمي قدام مأمور المركز. تتفلق تقول اللي تقوله. اسمع اللي بقولك عليه وبلاش جعجعة. انت عارف اللي حصل ده معناه ايه؟ معناه ان الولية دي هتتهمنا تاني قدام وكيل النيابة، وان وكيل النيابة هيستدعينا عشان ياخد اقوالنا. لتاني مرة بسألكوا، انتوا لكوا دخل بالموضوع ده؟ يا سعادة البيه، هو معقول كنا نتصرف في حكاية زي كده من غير امر ومشورة سعادتك؟ معقولة؟ انا دكتور فؤاد لو سمحت قول له فكرية نعمان. شكرا أوي دكتور فؤاد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. لا كلهم كويسين بيسلموا عليك؟ لا ابدا مفيش حاجه، انا اصلي تعبانه شويه. انا كنت بس بسال حضرتك، كنت عاوزه اطمن على الاثنين اللي عملوا الحادثه بجوم عندكم. ايوه الحادثه بتاعت البلد. عاملين ايه دلوقتي؟ طيب والاستاذ منصور الشامي عامل ايه؟ بتقول ايه حضرتك؟ متأكد حضرتك؟ مش ممكن، مش ممكن، مستحيل 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 مستحيل. منصور ابني طلعي. اه يا حبيبي عليك العوض ومنك العوض يا رب، عليك العوض ومنك العوض يا رب، عليك العوض ومنك العوض يا رب. جرايا مش تحمد ربنا ان حاجات على قد كده، ده انكتب له عمر جديد. عمر جديد؟ بتقول عمر جديد يا دكتور؟ عمر جديد هو كسيح مشلول يمشي على كرسي معجل. يا نار ولع في قلبي يا ناس، يا نار ولع في قلبي. رحمتك يا رحمن يا رحيم. عطيات. نعم شيخ حافظ. ودي نروح نستريح شوي. حاضر. تعالي معايا يا حاجة. والحمد لله انها جت على قد كده، قد اخف من وضعك. طمعك ابني منصور، ابني منصور. استهدي بالله، تعالي معي. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول ده يا ناس؟ أنت المنتقم الجبار يا رب. دكتور ده التشخيص النهائي، يعني مفيش أمل إنه الحمد لله إنها جت عليك كده. للأسف الرصاصة أثرت على نكع الشر. ربنا معاه ومعاه. أنا زنوب. يا دكتور يا ابني. أنا مش بدافع عنهم ولا بدافع عن حد يا فكرية. لأن العمل اللي عاملة المجرمة دي لازم ياخد جزاؤه. ده لو اتشنق يبقى الشنق شوية عليه. لكن أنا بقولك اللي خلص ضميري من ربنا. واللي أنا شايفاه أبوكي وأخوكي مالهمش أي ذنب في الحكاية دي خالص. أمال مين دي أخلاص؟ مين؟
منصور ينتهي اخلاص، هيعيش بقية عمره كسيح مشلول، وكل ده بسببي انا، بسببي انا. ما تقوليش بسببك يا فكرية واسمعي الكلام، انت كده هتموتي نفسك. اولا ابوكي واخوكي مش بالغباء اللي يخليهم يفكروا مجرد التفكير في انهم يعملوا عاملة زي دي في منصور الشامي او شعبان ابو ليلى، لان البلد كلها عارفة اللي بينهم وبين منصور الشامي، ولسه ما نسيتش حكايتهم مع شعبان ابو ليلى والارض اللي خدوها منه غصب عنه. اسمعي كلامي يا فكرية، اسمعي كلامي. انت لو كنت دققتي في وشهم الليلة دي كويس كنت اتأكدتي ان اللي انا بقولهولك ده هو الحق. شك فيهم هيقتلني، هيجنني يا اخلاص، هيجنني. يعني مش عايز تريح قلب امك يا شعبان؟ مش كفايه الخضه اللي اتخضتها عليك ومن ساعتها جدتي مش خالصه لحد دلوقتي؟ عايز انا اسكت عن شهاده الحق يا ام شعبان؟ ده الاستاذ منصور اتشل، يعني ضاع وضاع مستقبله، وان لولا رحمه ربنا عليا كنت هضيع مع اهلي كمان. عايز انا اسكت عشان النعمانيه يفلتوا بعملتهم السودا دي من غير حتى ما ياخدوا جزاتهم. انت هتعرف اكتر من الشيخ حافظ. اذا كان الشيخ حافظ امام الجامع اللي حافظ كتاب ربنا قال في المركز وقدام النيابه انه ما يقدرش يتهم حد من غير دليل، عندك انت الدليل ان النعمانيه ولا حد من طرفهم هو اللي طخك بالنار انت ومنصور الشامي، ولا هي نشوفيه دماغ والسلام؟ انت لسه ما حرمتش من النعمانيه واللي عملوه في ابوك وفيا وفيك، حرام عليك يا ابني، حرام عليك. النيابة بعت تستدعيني اهو عشان تاخد اقوالي في قضية منصور الشامي، والله اعلم بقى التحقيقات ومحاضر البوليس شكلها ايه وفيها ايه. هيكون فيها ايه يا سعادة البيه؟ يعني شو وقت الكلام الفارغ اللي قالته الولية ام منصور والواد الاهبل ده اللي اسمه شعبان ابو ليل؟ واحنا عارفين كل حاجة والعمدة مرسينا على كل حاجة قبله. جيوشي؟ نعم نعم يا سعادة البيه. احنا لوحدنا دلوقتي، مفيش حد معانا وخصوصا هاشم بيه النعماني. اذا كنت انا امنت على كلامك قدامه عشان الموضوع ما يكبرش وعشان ما تحصلش مصايب جديده بيني وبينه بسببك، فده مش معناه ان انا مصدقك. انا لسه لغايه دلوقتي مش مصدقك. ها؟ معناته ايه الكلام ده يا سعادة البيه؟ أنا عايز الحقيقة وعايز أعرفها منك أنت دلوقتي قبل ما أعرفها من أي حد تاني، وأنت عارف كويس أوي أنا أقدر أعمل إيه. أنت اللي طلبت من مناع إنه يبعت حد من رجالته يعمل العملة دي. أنت إيه؟ أيوه يا بيه. غبي، هتفضل طول عمرك فلاح وغبي ومتخلف. كنت فاكر ان شغلك معايا انا بالذات السنين اللي فاتت دي كلها قدر يغسل الطين اللي كابس على نافوخك من جوه، لكن يا خساره يا خساره. انا عملت اللي عملته دي يا سعاده البيه عشان خاطرك وعشان خاطركم كلكم، ده انا لحم اكتافي انا وجدودي من غيركم. منصور الشامي كان ابتدى يبقى خطر علينا، لسانه كان ابتدى يطول ويلسل عليها في كل حته، خصوصا بعد موضوع الواد شعبان ابو ليله وحكايه حتتين السلاح اللي دفناهم له في ارضه. ولمع بالكلام ده في وش انا ذات نفسي في بيت الولية ام شعبان، واتطول علي وشتمني وسبني قدامي وطردني من هناك. قول كده بقى. يعني هو شويه ان اي مخلوق في البلد دي يلسن على الجيوش مهران راجلكم؟ ده يبقى عيب في حقكم يا سعاده الباشا. تقوم تبعت له واحد يقتله يا غبي؟ واليومين دول بالذات؟ أنا مش حذرتك قبل ما تسافر الصعيد من إنك تفكر مجرد تفكير في إنك تعمل حاجة زي دي. واتعملت وخلصت يا سعادة البيه. واللي عملها بعد نص ساعة ليلتها كان راكب القطر ومروح بلده في حضن الجبل. ولا الحكومة ولا الدبان الأزرق يعرف له طريق جر. أيوة بس بدون إذني ومشورتي يا جيوشي. غلطة يا بيه، غلط ومش هتتكرر تاني. وكفاية ان المذكور دلوقتي ما بقاش يقدر يرفع عينه فيني ولا في اي حد في البلد.
طب ايه رايك بقى يا جيوشي لو انا عملت بيك بطل على اهل البلد باني اقول لهم علمت عملته في منصور الشامي؟ ساعتها بقى هيجرجروك على النيابة وتاخد جزائك على اللي عملته فيه. اللي عملته مع منصور الشامي اللي روحهم فيه كلهم. لا يا سعادة البيه، ما صدقش ان بالسهولة دي يهون عليك تفرط في الجيوش مهران. رجلك وخدامك ودراعك اليمين وكاتم سرك. طيب يا جيوشي، حسابك معايا بعدين. يعني انت موافق على اتهام والدتك وشعبان ابو ليلى للنعمانيه ولعبد الوارث النعماني بالتحديد في انه هو اللي ورا محاوله الاعتداء على حياتك بالشكل ده؟ للاسف يا حضره الوكيل، موافقتي زي عدمها بالظبط. عبد الوارث النعماني مش هيمسك بندقية ويستناني في الغيطان في انصاص الليالي عشان يضربني بالنار. قصدك يعني يا استاذ منصور انه لازم هيأجر حد يقوم بالمهمة دي؟ ده شغلكم انتوا بقى يا حضرة الوكيل، لما تمسكوا اللي عملها بإيده يبقوا اسألوا وعرفوا منه الحقيقة بنفسكم. طيب يا استاذ منصور، يعني الخلاف اللي بينك وبين النعمانية ومع عبد الوارث النعماني بالتحديد ممكن يوصل لدرجة انه يفكر يعتدي عليك وعلى حياتك بالشكل ده؟ خلاف؟ خلاف ايه يا حضرة الوكيل؟ كون يعني الأستاذ منصور الشامي اتقدم وطلب ايد اختي واحنا رفضناه لأسباب تخصنا انا ووالدي، يبقى ده خلاف يخليني احاول اقتله او اجر عليه حد عشان يقتله؟ ده منطق؟ اولا احنا ما وجهناش ليك اي اتهام لا بقتل ولا بغيره، احنا بنسألك عن رأيك في الكلام اللي قالته والدة المجنى عليه واتهامها ليك انت واسرتك بانكم ورا جريمة الشروع في قتل ابنها بسبب خلاف قديم بينه وبينكم. عايزين نعرف منك وبنسألك ايه طبيعة الخلاف ده بالظبط؟ وديني جاوبت على سعادتك يا باشا، وإذا ما كنتش مصدقني اسأل عمدة البلد أو اسأل أي حد يعجبك من أهل البلد. أظن ده شغلنا بقى وإحنا أدرى بيه من سعادتك يا عبد الوارث بيه، ولا إيه؟ آه طبعًا، مظبوط يا باشا مظبوط. طيب اتفضل امضي على أقوالك. حاضر يا بيه. أي خدمة تانية يا سعادة الباشا؟ مع السلامة أنت عبد الوارث بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكتب. ونأمر نحن عبد الحميد حلمي وكيل أول النيابة بتكليف المباحث باستكمال التحريات حول الواقع محل التحقيق وموافاتنا بالنتيجة على وجه السرعة. جد مجهول. حافظت النيابة التحقيق في القضية وقيادتها ضد مجهول، ورغم الألم الذي يمزقني لأنني أعلم علم اليقين من يكون هو ذلك المجهول، ذلك الذي تنتمي إليه وإلى عائلته للأسف، تلك المخلوقة البريئة الرقيقة التي جعلتها كل أحلامي في الحياة. رغم كل ذلك أشعر أنني سعيد لأنني ما زلت أحلم أنني يوما ما سوف أستطيع تخليص هذه الزهرة البريئة من مستنقع الشر والفساد الذي تعيش فيه الآن. وسعيد أيضا لأن الأستاذ أخيرا سوف يغادر المستشفى غدا في الصباح. تفضل يا حاج، دي بقيت فلوسك، دفعهم الراجل كلهم زي ما اتفقنا وبعد ما خلصنا كل حاجة في الشهر العقاري النهاردة. وده عقد الأرض، ده عقد البيت، ده التوكيل، ما عادش له لازمة عندي خالص.
كتر ألف خيرك يا شيخ حافظ، والحمد لله إن ربنا وفقنا والموضوع ده انتهى في آخر لحظة. كنت حاملة هم لما يخلصش قبل ما عاد خروج منصور من المستشفى. أنا وافقتك يا حاجة وسمعت كلامك في الموضوع ده، رغم إني عارف إنه ده هيزعل منصور مني زعل كبير، لكن أعمل إيه؟ ما قدرتش أقول لك لأ بعد ما شفتك في الحالة اللي كنت فيها. ربنا يسهل ومنصور يفهم ويقدر. اللي أنا عملته ده هو عين العقل يا شيخ حافظ، وعشان خاطر منصور قبل أي حد تاني. معلش يا حاجة وما تزعليش مني، كان المفروض برضو تاخدي رأيه الأول. صحيح إن الأرض أرضك والدار باسمك، لكن برضو ما كانش حيوافق يا شعبان يا ابني. ده ابني وأنا عارفة كويس كويس قوي، وأنا لا يمكن أسيبه يرجع لبلدي ولو يوم واحد بعد اللي شفناه فيها واللي جرالنا. ابني عنيد يا شيخ حافظ ودماغه ناشفة، وما كانش حيسكت رغم كل اللي حصل له، وكان حيرجع يناطح في النعمانية من تاني ويمكن أكتر من الأول، عشان المرة دي بقى يخلصوا عليه خالص. امال ايه؟ كلام ايه اللي انت بتقوليه ده يا حاج؟ احنا عايشين في هوجة ولا في فوضى؟ مفيش البلد حكومة ولا قانون؟ وكانت عملت لكم ايه الحكومة ولا القانون يا شعبان؟ قدروا حتى يمسكوا اللي كان هيضيعك انت وهو في ساعة واحدة؟ مصيرهم هيجيبوه يا حاج، مصيرهم هيجيبوه مهما طال الزمن. خلاص يا شعبان، الكلام ده ما عادش يجي منه، انتهينا. وبرضه الحاجة عندها حق، ما يمكن يكون ربنا صحيح وفقنا للخير والصواب في الموضوع ده. ما علينا يا شعبان، قولي اتأكدت بنفسك ان شقة مصر خلصت كلها واتفرشت من مجاميع؟ ايوه يا حاج، كل اللي انت طلبتيه تنفذ بالكلمة والحرف. انا كلمت محروس ابن خالي في التلفون من المركز قبل ما اجي، وقال ان النقاشين والنجارين خلصوا خلاص والشقة بقت تمام التمام. على خيرة الله. طب ومسعد السواق؟ بكرة 10 الصبح بمشيئة الله هيكون واقف قدام باب المستشفى. عالية فكرية اللي انت بتقوليه ده، كلام جنان محدش يوافقك عليه ابدا. اكيد بكرة في ناس كتير قوي من البلد هتبقى عنده في المستشفى، يعني ما يصحش حد منهم يشوفك هناك. ما يهمنيش فكرية، ابوكي او اخوكي لو عرفوا هتبقى مصيبة. اشمعنى هو ما خافش على نفسه ومن اللي جراله بسببي؟ اوعى تكوني صدقتي اني شلت من دماغي ان انا السبب في اللي جراله. لا، لكن انا فوضت امره وامري للي لا بيغفل ولا بينام، قادر يتقم له ويجيب له حقه مهما طال الزمن. يا فكريه ما تتعبيش نفسك يا خلاص، هروح يعني هروح، حتى لو كان بكره ده هو اخر يوم في عمري. الدرجاتي الدرجاتي بقيت في نظركم كلكم عاجز ماليش لا كلمه ولا راي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ليه الكلام اللي يوجع القلب ده يا استاذ؟ سامع يا حاجه؟ جالك كلامي؟ انا مش عارفه احنا لينا ايه في البلد دي عشان لسه باقي عليها للدرجات. تفتكر يعني بعد كل اللي جرالك يجيني قلب انك ترجع تعيش في البلد دي تاني؟ بل عايزاني اعمل ايه يا حاج؟ عايزاني اهرب، اهرب من البلد زي الجبان اللي عامل عامله وخايف منها؟ اهرب واسيب البلد كلها للنعمانيه وهم اللي يفضلوا فيها ويتنعموا بخيرها؟ ما تجيبليش سيرتهم، مش عاوز اسمع اسمهم تاني على لسانك. وارحمني بقى، كفايه اللي شفته وكفايه اللي جرالي من تحت راس عندك ونشوفيه دماغك. الحاجه خايفه عليك يا استاذ، هو لو انه فراقكم ده هيعز علينا وهيقطع فينا كلنا، لكن هي فعلا عندها حق، والمثل بيقول ابعد عن الشر وغني له، والمفتري عليه ربنا. الدكتور كتب لك تأشيرة الخروج خلاص يا استاذ منصور، ومسعد السواق وصل ومستني تحت بالتاكسي بتاعه. على بركة الله، يلا بينا يا شيخ حافظ. على بركة الله. لا، احنا هنطلع الاول على البلد نوصل شعبان وعطيات واحمد، وبعد كده نبقى نروح المكان اللي انتوا عايزينه. احنا هنطلع من هنا على مصر طوالي، وعطيات وشعبان واحمد هيجوا معانا، هما اللي طلبوا مني كده امبارح. واذا كانوا غيروا رايهم وعاوزين يروحوا البلد، انا بنفسي هاجر لهم عربيه توصلهم لحد البلد. لا يا حاج،
احنا هنيجي معاكم بعد اذنك عشان انا عايز اعرف العنوان وكمان اطمن على الاستاذ منصور انه وصل البيت بالسلامه. اهلا وسهلا بيك يا احمد، تنورنا حبيبي. الف حمد لله على سلامتك يا استاذ، الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا احمد. يلا بينا. مدي شويه يا منى، خايفه يكونوا مشيوا. طب ما تستني نسال في الاستعلامات الاول يا عم. لا استعلامات ولا غيره، انا شفت حد شبه بيوشي مش بعيد قوي يكون هو. يلا يا منى. منصور الله يسلمك يا فكري. ازيك يا منى؟ ازيك انت يا استاذ منصور؟ الف سلام على حضرتك. يلا يا شعبان لحظه من فضلك يا حاج، عاوزه مننا ايه تاني يا بنت النعمانيه؟ مش كفايه اللي جرى لنا من تحت راسك؟ اكيد سايبين لك البلد كلها وماشيين. ابعدي عننا بقى، الله لا يسيئك، وكفايه اللي حصل لنا. يا حاجه يا حاجه سيبها يا منصور سيبها، انا حاسه بيها وعذراء. هنفضل واقفين كده يا شيخ حافظ؟ لا مؤاخذه فكريه يا هاني. يلا يا شعبان. حاضر يا شيخ حافظ. استنى يا شعبان. استنى يا شعبان، انت واخد خشك كده، هي الدنيا طارت. اسكت يا عطيات، سامعه ولا ايه يا شيخ حافظ؟ عمتي يلا بينا من هنا يا عمتي، انا ماشيه. استني يا منى. منى ليه كده يا ابني؟ بس ليه كده؟ ليه متشكرين قوي ليك يا مسعد. بالسلامه انت بقى عشان تشوف مصلحتك. بألف سلامه. الحمد لله على السلامة يا أستاذ منصور. الله يسلمك يا شعبان. يلا يا شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. فطروا فطروا. بيتك يا استاذ، ان شاء الله تكون الشقه والعماره والحته كلها عجبتك. على فكره اوضه المكتب من هنا، انا اخترتها لك وفرشتها لك بنفسي، وهفرجك عليها دلوقتي حالا. في 60 داهيه احسن. على الاقل عشان اقدر انساه وانسى عملتك السودة اللي عملتها معاه. ماشي يا سعاده البيت، ماشي. بس لو سعادتك دققت في اللي انا عملته هتلاقي هو عين الصح. لا، مادام من غير مشورتي يبقى غلط، وستين غلط كمان، مفهوم؟ مفهوم يا سعادة البيه، مفهوم. لكن انت ايش عرفك ان هو وامه هيقعدوا على طول كده في مصر؟ مش جايز يعني راحوا يقعدوا يومين عند جماعة من قرايبهم وهيرجعوا البلد تاني؟ ماني في الاول كنت فاكر كده يا سعادة البيه، لما لقيت الواد مسعد السواق ابن عوض السايس مستنيهم قدام المستشفى بعربيته وقال لي انه طالع بيهم على مصر. لكن لما رجعت البلد وقابلت الواد عصران شيخ الغفر عند العمده، قال لي انه عرف امبارح بس ان هم باعوا الدار والخمس فدادين اللي عيلتهم واشتروا شقه في مصر وفرشوها وما عادوش راجعين هنا تاني. قلت احسن المركب اللي تودي. واضح انهم خلاص يئسوا من حكايه القضيه دي بعد النيابه ما حفظتها، والا ما كانوش سابوا البلد وسافروا. عملوا طيب، واحنا مش عايزين اكتر من كده. المره دي جت سليمه وعدت على خير يا جيوشي. مره تانيه تتصرف في اي حاجه تخصني هتكون اخرتك على ايدي، انت سامع؟ سامع يا سيدي وابن سيدي. سعادتك تؤمر. Yeah.
وبعدين يا فكري واخرة اللي انت عاملاه في نفسك ده، عينيكي ورمت من كتر العياط. صورته ما بتفرقش خيالي يا خلاص، وهو قاعد على كرسي بعجل وعينيه كلها حزن ودموع وانتصار. يا ويلي يا ويلي من نفسي ومن اللي هيجرالي يا اخلاص لو اتضح ان انا السبب، انا السبب في اللي جراله. تاني يا فكريه، تاني هنرجع نقول الكلام ده؟ الكلام اللي قالته لي امه في المستشفى، والثوره اللي صارتها اول ما شافتني، ملهاش غير معنى واحد يا اخلاص، انها متاكده ان اللي حصل له ده على يد حد من النعمانيه. واللي مزع قلبي يا اخلاص ان هو كمان عيني كانت بتقول لي كده. انا هتجنن يا اخلاص، هتجنن، مش قادره اصدق. معقول يكون ده صحيح؟ يبقى انا ما استحقش اعيش دقيقه واحده يا اخلاص، يبقى الموت شويه عليا، شويه عليا. استغفر الله العظيم، رحمتك يا رب. We'll be right back.
طب بالاذن بقى يا حاجه. ايه يا شعبان؟ خلاص نويت؟ ده يا دوبك كده يا حاجه. الساعه دلوقتي بقت 8 اهي، وعلى بال ما نوصل البلد تكون دخلت على 11 11 ونص، وزمان امي قلقانه عليا. والله يا حاجه سايبها تعبانه، ما عادت بتقدر تسقي نفسها شربة الميه دلوقت. يا حبيبتي يا اختي، معلش يا ابني، يمهل ولا يهمل، وباذن الله قريب قوي ربنا هينتقم لنا من اللي عمل فيكم وفينا ده كله، وهيرجع لنا حقنا منه. كل اول ولو اخر يا حاجه، نهايته يلزمكش اي خدمه مني يا استاذ قبل ما امشي. كتر الف خيرك يا شعبان، خلي بالك من والدتك وما تنساش تبقى تسال عليا. هو ده عايز اقواله برضه يا استاذ. انا بعون الله كل جمعه هكون عندك هنا، ورقبتي سداده لايتها الشيء تامرني بيه. وانت يا شيخ حافظ خد بالك من الاستاذ بتاعنا اليومين دول، بس اوعى القعده في مصر تحلقلك وتنسانا في صلاه الجمعه اللي جايه وما تجيش. وانا قادر يا شعبان، اطمن على منصور الاول واجي لكم على طول بكره ولا بعده بالكتير ان شاء الله. بالسلامه ان شاء الله. يلا بينا يا استاذ احمد. تأمرني بحاجه يا استاذ؟ كتر الف خيرك يا احمد، خلي بالك من نفسك ومن والدتك، واهم حاجه تخلي بالك من دروسك. عايز اسمع عنك كل خير. ربنا يقدرنا يا استاذ وتبقى دايما راضي عني، ولو سمحت تسمح لي ان انا ابقى اجي ازورك واطمن عليك من وقت للتاني. اسمح لك، ده انا اللي بترجاك يا احمد انك ما تنساش تبقى تزورني وتطمن عليا. انا محتاج دلوقتي لكل اللي بيحبوني يبقوا حواليا وما يسيبونيش لوحدي. احنا اللي هنفضل طول عمرنا محتاجين لك يا استاذ، محتاجين لقلبك الطيب وعقلك الكبير اللي علمنا ازاي نبقى رجاله مهما دست علينا الدنيا ومهما قسينا فيها. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكملك بعقلك يا ابني ويحميك ويسترك. الا قولي لي يا عطيات. نعمين يا حاجة. عملتي ايه في الموضوع اللي كلمتيني عنه في الليله المشؤومه، الليله اللي حصل فيها اللي حصل لمنصور وشعبان؟ موضوع ايه يا حاج؟ انا بصراحه مش فاكره. موضوع اللي ما يتسماش هاشم النعماني. انا عايز اعرف بقى ايه حكايه موضوع هاشم النعماني اللي كانت بتسالك عليه الحاج، وليه كل ما اسالك في الطريق تتوهي الكلام وما ترديش عليا؟ عشان ما فيش موضوع من اصله يا استاذ. يا استاذ يا اللي نسيت ان انا بامرك، عمال تقررني وتحاسبني زي ما اكون عيله صغيره بتلعب معاك. وانت ايه اللي مزعلك ان انا بسالك السؤال ده؟ اصل انا عارف اللي فيها وخايف، خايف لا يكون صح. انت بتقول ايه يا واد؟ انت بتتكلم عن ايه يا مقبول انت؟ ما هو اسمعي، ما اقولك لو كنت رجعتي تفكري تاني في موضوع انك تشتغلي في صلاه النعمانيه زي ما هاشم بن نعماني قالك، فانا بقولك اهو ان ده مش هيحصل، ولو على رقبتي، لو على اخر يوم في عمري. انت سامعه؟ الحمد لله. يا سلام يا سعادة البيع على شوية الهوا دول، شامم ريحة الزرع والخضرة. يا سلام، هوا الربيع ده ما يتوصفش، قطع الشتاء بزعابيبه وبرده وتقل دمه. واد يا ابن صبحية. نعمين يا سعادة البيع؟ انت بتستعبط ولا سايق الهبل على الشيطان؟ ليه بس كف الله الشر يا سعادة البيع؟ مش شايفك اديتني عقاد نافع في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ ماني رديت يا سعادة البيع؟
وقلت لك محدش في الزمام كله والبلد كلتها يقدر يقول لك تلت التلاتة كام ولا يتهني لك كلمة، وأنا وهي وكل البلد تحت أمر. مش شايفك عملت حاجة في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ العدة اللي كنت بتتحجج بيها خلصت بقالها أسبوع وزيادة، وموضوع منصور الشام اللي كنت قالب دماغي بيه أنت وعبد الوارث خلاص انتهى من ساعة الولد ما غرم البلد وراح على مصر، محدش سمع عنه حاجة، أديله أكتر من شهر دلوقتي. إيه لسه في إيه تاني؟ ولا حاجة يا سعادة البيه، أمر سعادتك نافذ، وأنا من الليلة دي هبتدي أعمل اللازم. طب يلا يلا يا فالح. من عيني من عيني يا سعادة البيه، أنت تؤمر. بتقول إيه؟ أنت اتخبلت في عقلك؟ ده أنت وعيتك سودة. الله سبحان الله يا سعادة البيه، طب وهو أنا يعني ذنب إيه؟ أنا غلطان إن جيت قلت لسعادتك يعني عشان تلحق تعمل أي حاجة تمنع بيها المصيبة التقيلة دي؟ إزاي تبقى عارف موضوع زي ده ومخبيه عليا لغاية دلوقت؟ أنت حلمك عليا يا سعادة البيه. الله مش كفايه اللي عمله فيا البيه الكبير؟ انا ما كانش علم ان هو واخد الحكايه دي جد. ثلاثه بالله العظيم كنت فاكره بيهزر زي عوايده، ما يكون ساعات مبسوط كده ومزاجه رايق. اتاري الحكايه في دماغه صحيح ولسه ما هوش ناسيها لغايه دلوقتي. ورغم كده انا لمحت لسعادتك من مده عشان تاخد بالك، لكن الظهر حضرتك ما اديتش للموضوع اي اهميه. ما هي حاجه كمان ما تدخلش الدماغ ما تتعقلش. فاكر سعادتك لما طلعت الجنين ولقيته قاعد ومقعدها قدامه، وانا قلت لسعادتك انها رايحة وسط صفية عشان تحضر لهم الفطار؟ انا ما كنتش فاكر ان سعادتك هتفوت الموضوع كده بالساهل. يا ناس انا مش قادر اصدق اللي بسمعه ده، مش قادر اصدق. مصيبة مصيبة. تعال معايا يا جوشي، عايزك في مشوار. حاضر يا باشا. بعد اذن حضرتك كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع. لما ارجع. يا فكرية فكرية يا خلاص يا فكرية. ايه يا عبد الوارث؟ في ايه؟ الدنيا اتهدت؟ هتتهد يا هانم، وهتتطرق فوق دماغنا كلنا. ايه يا عبد الوارث بس في ايه؟ بتزعق كده ليه؟ في مصيبة 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 يا هوانم. هاشم به النعماني هيتجوز. مش تباركولي ولا استنوا لما تعرفوا العروسة مين عشان تحضروا له الشربات والزفة من دلوقت. شربات وزفة؟ ايه يا عبد الوارث الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ ما تفهمنا ايه اللي حصل بالظبط. هاشم النعماني هيتجوز يا فكرية هانم، هيتجوز. روحي اتصل بالبيه اخوك اللي قاعد بره ولا على باله، روحي وباركيله هو كمان. عارفين العروسة مين؟ اللي كان من يومين بيقولك هديها تشتغل في السرايا هنا زي ما كان ابوها وامها شغالين عندنا. عطيات بنت عبدالله غراب الجنايني بتاعنا اللي جوزها مات من كام شهر وكان شغال سواق ومرمطون عندي في المصنع. شفتوا النعيم اللي انا فيه؟ معقول يا عبد الوارث الكلام ده؟ بتتحكي يا فكري هانم؟ بتتحكي يا عيلة مجانين؟ الله يخرب بيوتكم اجمعين. كلمني يا حاج، سمعينا صوتك. قلت لا اله الا الله يا سعاده البيه. الحكايه دي انا ماليش كلام فيها ولا راي، صاحبه الشأن قدامك اهي اسالها هي. انت برضه في مقام امها، وانا اهو جيت بنفسي عشان اطلبها منك، وعايزك تعرفي ان انا هاخدك تعيشي في السرايا انت واحمد بعد ما نتجوز ان شاء الله. يا سلام يا سلام عليك يا هاشم بيه، يا سلام على انسانيتك وشهامتك. اصيل اصيل وابن اصول صحيح. مبروك عليك يا ام عبد السلام، والله ضحكت لك الدنيا. وهتعيش في سرايه النعمانيه على اخر الزمن. سيبنا لك انت سكن السرايات يا جيوشي،
انا ماليش غير بيت ابني الله يرحمه، ومش هسيبه بمشيئه الله الا على تربتي لما يأذن ربنا. اعملي حسابك الفرح الخميس الجاي يا عطيات. يلا يا جوشي. استنى يا سعاده البيت لو سمحت. نعم. احنا متاسفين، امي ما تفكرش في الجواز. الله الله الله، عيني يا ابن عبد السلام، الصغار ما يتدخلوش في كلام الكبار. الكلمه في الموضوع ده كلمتي، وانا بقول احنا متاسفين يا سعاده البيت، شرفتنا. الفرح الاسبوع الجاي يا عطيات. يلا يا بيوشي. اتفضل يا سعاده البيت، اتفضل 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 يا سعاده البيت. يعني ما سمعناش صوتك ياما. ازاي تسمحي الراجل زي ده ما عندوش دم ولا اخلاق انه يجي لحد هنا ويقول الكلام اللي هو قاله ده قدامي وقدام ستي؟ كنت عاوز نعمل ايه يا حضره الاستاذ؟ اقوم اقف على حلو واديله قلمين على وشه؟ انت نسيت ده يبقى مين؟ يعني مين؟ عجوز خرفان قليل الادب. الراجل ما قالش ادبه في حاجه. ما قالش ادبه في حاجه؟ كنت عايزاه يقول ايه اكتر من اللي قاله؟ ده جاي بيقول لنا الفرح الخميس الجاي، وهو اللي طالب، وهو اللي وافق على طلبه. في سفاله واللي تأدب وعجرافه اكتر من كده في الدنيا؟ الجواز له عيب ولا حرام؟ عيب عليك انت تتكلم عن راجل كبير في المقام وفي السن ده بالطريقه دي يا متعلم يا بتاع المدارس. معقوله؟ انا مش مصدق وداني. ده انت زي ما تكوني موافقه على الكلام اللي هو قاله. وليه لا؟ بتقولي ايه؟ العفو والسماح يا سعادة البيه، العفو والسماح. أنا عارف إن أنا غلطت وأستاهل الشن، بس حضرتك برضه ما نبهتنيش إني ما أجيبش سيرة لعبد الوارث بيه بالموضوع ده. أوعى تكون فاكر إني عامل حساب لعبد الوارث ولا لأي حد تاني في الدنيا. طبعًا يا سعادة البيه طبعًا، مفهوم. غلطتك يا جحش إنك ما فهمتش إن ما دام ما جبت سيرة عبد الوارث في أي مرة كلمتك فيها في الموضوع ده يبقى ما يعرفش. وقلة حياة وعيب منك انك تكلمه في موضوع يخصني من غير اذني، صح؟ صح يا سعادة البيه، مظبوط. ودلوقتي بعد ما عرف من حضرتك وعمل الشويتين بتوعه في المكتب، فانا بحذرك اهو، حسك عينك تسمع كلامه في اي حاجة، ولا تمشي وراه في اي حركة غدر يحاول يعملها في الموضوع ده، فاهم؟ والا هيكون قطع رقبتك على ايدي. مفهوم يا سعادة البيه، مفهوم. طب يلا يلا امشي نجر ورايا يا فالح. وعبد الوهاب اخوك هيعمل ايه؟ هيسيب شغله ويجي من اخر الدنيا عشان يقول للبابا من فضلك ما تتجوز، ولا عشان خاطري ما تتجوزش واحده زي دي؟ ما انت عارف انه ساب لنا الدنيا بحالها عشان يبعد عننا وعن مشاكلنا. انسى موضوع اخوك ده خالص، لان ما ملوش فايده وما ملوش لازمه. انسى وانت يا هاني انسى. الله، هي المصيبه دي مش هتقع على دماغكم كلكم؟ انا شخصيا ما يهمنيش، لان خلاص ما عادش في اي حاجه في الدنيا تهمني. ما يهمكيش ان ابوكي في سنه ده يتجوز ويتجوز واحده زي دي؟ هو حر. طبعا انت هتقولي ايه غير كده؟ ما انت كنت عاوزه تتجوزي واحد حقير ملوش اي لازمه في الدنيا، لكن انا مش هسمح لكم بالمسخره دي ابدا. انت سامعه؟ تصدق انك صعبان عليا؟ يا ريتك تبقى قد النعره الكذابه اللي ما انتش قدها دي قدام ابوك. ابقى وريني بقى هتعمل ايه. فكريه، ما تستفزنيش. وبعدين بقى يا عبد الوارث، الله، ما تخلوا الليله دي تعدي على خير. ايه مالكم يا نعمانيه؟ صوتكم جايب لاخر الدنيا ليه؟ عاملين مجلس حرب وبتتبحثوا؟ من فضلك يابا، احنا كنا عاوزين نتكلم مع حضرتك في موضوع مهم. سيبنا انت يا جيوش. استنى يا جيوش. قبل ما تتكلموا اسمعوا اللي هقوله وبعدين اتكلموا اذا كنتوا لسه هتبقوا عايزين تتكلموا. انا قررت الخميس الجاي اكتب كتابي على عطيات بنت الجناين القديم بتاعنا، واللي عنده اعتراض قبل ما يفتح بقه اي كلمه يعرف هو بيتكلم مين. بيتكلم هاشم بيه النعماني، كبير النعمانية. هاشم بيه اللي عمره ما حد اتجرأ يرفع عينه في عينه ولا يتني له كلمة. سامعين؟ لا، قلت لك لا يعني لا. سيبيني بقى. عشان خاطر يا احمد عايز تمشي في الدنيا يا ابني. طب تعالي معايا يا ستي، مش هنغلب ان احنا نلاقي حتة نعيش فيها؟
بلا ربنا واسع يا ست. يعني ايه؟ يعني خلاص ما حدش قادر عليك؟ اعمل ايه علشان ربنا يهديك وتفهم؟ ابوس ايدك يعني؟ يا ابني انا بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو عشانك وعشان مستقبلك، عشان تلاقي مكان نظيف وتتربى وتعيش فيه، عشان تلاقي حد يصرف عليك لحد ما تكمل تعليمك وتتخرج من الجامعه وتحقق الحلم اللي طول عمرك بتحلم بيه انت والمرحوم ابوك. ده انا حل همك ومستعديه اعمل اي حاجه عشان اشوفك اسعد واحد في الدنيا، وانت تعمل فيا كل ده بعد جزائي يعني. سيبيني يا ست، سيبيني يا ست، احنا بسرعه يا ست. انا يا احمد استنى يا ابني. اعقل يا عبد الواس، اعقل، ما تجننيش معاك وتودينا كلنا في ثانيه. اعقل اعقل يا ست هانم، اعقل اعقل لحد امتى؟ لحد البيت كبير ما يتجوز ويجيبها لنا هنا وتركب كل حاجه؟ انت عارف ان انا لو حصل هعمل ايه؟ هبدع فوق دماغكم كلكم، انت سامعه؟ استر يا رب. ايوه حاضر، ايوه حاضر، سعاده البيه اهلا وسهلا. حصلني على المكتب بسرعه. حاضر يا بيه. اعمل معروف يا سعاده البيه، اعمل معروف. البيه الكبير لو عرف ان انا اللي ورا الحكايه دي مش هيرحمني. وايه اللي هيخليه يعرف بس؟ الله. وبعدين حتى لو عرف يبقى اقول له، يبقى اقول له ان انا اللي امرتك يا سعاده البيه. ما هو مش هيقول عليه انه يعمل لسعادتك حاجه، انما انا هيقتلني. ابوس ايدك يا بيه. انا اللي هقتلك ودلوقتي حالا لو ما نفذتش الكلام اللي انا بقول لك عليه. مش عاوز نهار بكره يطلع البت اللي اسمها عطيات دي وهي قاعده في البلد. انت سامع؟ مش هيحصل، مش هيحصل يا ابن النعمان. ولو حصل مش هيطلع عليكم بكره وانتوا على وش الدنيا. انا ماليش دعوه يا سعاده البيه، انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. ده انا لسه كنت بقول له اخرس. حاضر يا سعاده البيه، حاضر. انا مش مصدق عيني ولا مصدق وداني. للدرجه دي يا هاشم بيه يا نعماني بترفع سلاحك عليا؟ اني اني عشان خدامه؟ لما هتتجوز هاشم النعماني هتبقى ست الستات، علشان هاشم النعماني عاوزها تبقى ست الستات. من اللي جاي لنا الساعه دي ومبدر كده؟ احمد. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابني، ادخل ادخل. الف حمد لله على السلامه. مين يا حاج؟ ده احمد عبد السلام يا منصور. خش يا ابني، خش اتفضل. ما لقيتش قدامي غيرك يا استاذ عشان تنصحني اعمل ايه في المصيبه دي. أنا من ساعة ما سبت البيت امبارح بالليل وأنا عمايا ما شفتش النوم. كنت هاجيلك امبارح بس فاتني آخر قطر، رحت بيتت عند علي بهادر صاحبي وما صدقت إن النهار طلع، ورحت راكب أول قطر وجاي لك على هنا. طب اهدى اهدى حبيبي، وحاول تقوم تنام لك ساعة ولا اتنين، لما تصحى إن شاء الله نكمل كلام. وبعدين يا بنتي هتفضلي قاعده حاطه ايديك في الميه البارده وما انتش عارفه ابنك نت امبارح فات فين ولا هو فين دلوقتي؟ هي دي الوصيه اللي وصاها لك ابوه؟ هو انا كنت طردته من البيت ياما، هو اللي خد في وشه وطلع يجري زي المجنون. قوم نسيبه كده يا عطيات، اقوم اتصلت على الحيطان وادور عليه في البلد.
أحمد مش في البلد كلها ياما. أنا عارفة أحمد فين كويس. خلي اللي هو عندهم دلوقتي يبقوا ينفعوا. إزاي يا أستاذ؟ أمال أنا جاية لك هنا ليه؟ أمي طول عمرها بتحترمك وبتقدرك وبتسمع كلامك، ولو فهمتها إن اللي هي ناوية تعمله ده غلط وعيب ومش هيجر علينا كلنا إلا الخراب، هتسمع كلامك وترجع عن المصيبة اللي هي ناوية توقع نفسها وتوقعنا فيها كلنا. أحمد، والدتك مش هترجع عن اللي في دماغها مهما حصل ومهما حد كلمها وفهمها. خد يا ابني اشرب. من ساعة ما كلمتني في الموضوع ده واحنا في البلد وانا حسيت ان ليها رغبة فيه. معلش يا ابني ما تزعلش مني، امك طمعانة في اللي عند النعمانية، واكيد هاشم النعماني حس بكده وتأكد منه، وإلا ما كانش اتكلم ببجاحة في بيتكم معاك ومع جدتك. ازاي الكلام ده يا حاج؟ معقولة الكلام ده يا أستاذ؟ للأسف يا أحمد كلام الحاجة مظبوط، وأنا شخصيا موافقة عليه، وإلا ما كانتش والدتك سابتك تخرج غضبان في نص الليل من البيت بدون ما تحاول ترضيك ولو بكلمة. يعني مثلا كان ممكن تقولك إنها هتراجع نفسها أو هتفكر في الموضوع من تاني ولو بالكذب. يبقى من النهارده ولا هي أمي ولا أعرفها، ومن دلوقتي هخرج أدور على أي حتة أعيش فيها وأي شغلانة أشتغلها عشان أعيش منها، ومش راجع البلد لحد آخر يوم في عمري. أقعد يا أحمد، أقعد واهدى. للأسف يا أحمد اللي أنت بتفكر فيه ده اسمه هروب، وإحنا اتفقنا إن الإنسان الضعيف بس هو اللي بيهرب من مشاكله بدل ما يواجهها، وبتهيألي إنك عمرك ما كنت إنسان ضعيف، بالعكس أنت كنت دايما إنسان قوي، ولا أنا غلطان؟ عايز نفضل في البلد يا أستاذ وأشوف أمي واخدينها على صلاية النعمانية قدام أهل البلد كلهم بعد ما هاشم النعمان اشتراها بفلوسه. ده مش ذنب ولا جريمة انت عملتها يا احمد علشان تعذب نفسك بيها العذاب ده كله. كل انسان في الدنيا دي مسؤول عن تصرفاته وافعاله هو لوحده. لكن دي امي، امي يا استاذ، واللي هتعمله ده هيمرمغ وشي في التراب قدام مين يا احمد؟ قدام قدام اهل البلد. اه كل اهل البلد. ليه يا احمد؟ الجواز له عار ولا حرام؟ ده ما فاتش على موت ابويا 5 شهور، وهاشم النعماني ده واخدها على انها لعبه هيتسلى بيها يومين ويرميها. فهمها يا احمد، ناقشها، انصحها مره واثنين وثلاثه، بس بشرط لازم لما تناقشها وتنصحها يبقى بالراحة باللين والهدوء، لأنه مهما كانت دي في النهاية أمك. إذا بعد كده هي أصرت على اللي في دماغها يبقى أنت كده عملت اللي عليك قدام نفسك وقدام أهل البلد. ده إذا كان أهل البلد هما فعلا اللي أنت خايف منهم قوي كده زي أنت ما بتقول. اسمعني كويس يا أحمد، مش جواز والدتك من هاشم النعماني مهما كان رأيي أو رأي الناس كلها فيه هو اللي هيصغرك ويقضي على أحلامك في سراية النعمانية، فهمني طبعا. لكن اللي هيصغرك وهيخليك ضايع قدام النعمانية وقدام الناس كلها هو اللي انت عايز تعمله دلوقتي، إنك تهرب، إنك تسيب بيتك، إنك تتخلى عن جدتك اللي ملهاش أي حد في الدنيا دلوقتي غيرك. والأهم من كل ده يا أحمد إنك تسيب مدرستك ودراستك وتقضي على مستقبلك وتخسر كل الناس اللي كان عندهم أمل فيك وأولهم أنا. فاهم؟ فاهم يا حضرة الشاعر والأديب الهمام؟ فاهم فاهم يا أستاذ. كيف عرف الأستاذ
أن أجمل وأغلى أحلام عمري يسكن هناك في سرايا النعمانية. كان يسألني دائما وهو يقرأ أشعاري: من هو ذلك الحبيب الذي تناجيه في أشعارك؟ أهو من أراه دائما في عينيك. لم أكن أعرف يا منى أنك تسكنين في عيني أيضا كما تسكنين في قلبي. آه لو خلت الدنيا من كل هذا الشر، الليلة تذهب أمي أو تساق الهاش من عماني كما تساق الجواري. كم أكره هذه الحياة. أنا ومنورين الاتنين، الليلة ليلة أنا ومنورين الاتنين، عريس وعروسة هنا والورد عالصفين، عايزين نقول بالهنا يا عريس جبت الجمال ده منين، عايزين نقول بالهنا يا عريس جبت الجمال ده منين، يا عريس يا عريس هو هتفرح ويبهي، يا عريس يا عريس هو هتفرح ويبهي، يا عروسة يا ننوسة من العين محروسة، يا عريس يا عريس يا عريس هو هتفرح ويبهي. عايزين نقول بالهنا يا عريس جبت الجمال ده منين، شوفوا الليالي الملاح فيها السماح واصل، شوفوا الليالي الملاح فيها السماح واصل، قالوا العروسة قمر قلت العريس قمرين، قمرين قمرين يا جمال العروسين، قمرين قمرين يا جمال العروسين، قمرين 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 يا جمال أجمل عروسين، قمرين 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 يا جمال أجمل عروسين، قمرين قمرين الحبايب الاتنين، قمرين قمرين يا عريس يا غالي تعالى لي أنا فرحان، وهاشم النعمان الليلة دي بعروسته يا ناس فرحان، هاشم النعمان الليلة دي بعروسته يا ناس فرحان، فرحان بأهله وحبايبه والموجودين، فرحان فرحان ويا هاشم فرحان، هاشم يا هاشم عريسنا يا هاشم، هاشم يا هاشم يا اهو يا باشا اهو، زفه ولا زفه الزلات خليف، على الله تكون مبسوط مني يا عريس الهاني. المهم العروسه تكون مبسوطه يا ابن صبحيه، والا هخليها تطخك. لا انا ما هونش عليه، ده انا مجمع الشمل ومجمع الاحبه دقيقه واحده. سامع هوس؟ اسمع يا عم. انا عايز الطبل والزمر ده يفضل قدام السرايا لحد الفجر ما يدن، وأي ديك هيقدم ويقول الليل خلص والنهار طلع
عشان بيه هيطخوا، سامعين؟ من عناية يا ابو صابر. يلا يا عم حسن يا مغنواتي، لا هاشم بيه هيطخ ديوك البلد كلها. هاشم اتفضلي يا عروس. يا 300 مرحبا، نورت السرايا. خط برجلك اليمين يا عروس عشان تحصل البركه. يا اهلا وسهلا يا سعاده الباشا. اتفضل يا باشا، اتفضل يا عروس. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. نورت بيتك يا ست العرايس. تسلم. ايه ده؟ امال فين اهل السرايا؟ اختفوا كلهم من الدنيا كده؟ يا صفية، يا بنت يا صفية. ايوه ايوه يا سعادة البيت، يا الف نهار ابيض، يا الف مبروك. حتى انت رخا يا صفية مستخبية ومش عاوزة تقابليني؟ وانا استجري يا سعادة البيت، انا كنت في المطبخ بعمل لكم عشا العرايس حلة الاتفاق. صفية؟ ايه؟ بنت يا صفية، ما ترقعينا زهروطة جديدة يا بنت صفية. كفايه كفايه عياط يا ابني، منها لله، ربنا يسامحها ويسهل لها. انت كنت موت مع ابويا قبل ما اشوف اليوم ده يا ستي. انت كنت موت واستريحت يا ستي. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك يا نور عيني. ده انت من ريحه الحبيبي الغالي، يسلم لي حسك في الدنيا يا احمد. دي ما تستاهلش تبكي عليها يا حبيبي، اللي عمها طمع الدنيا وبعتنا وما عملش حساب لراجلها اللي ما عداش عليه 15 في تربته. ما تستاهلش تبكي عليها يا ابن عبد السلام. ما ببكيش عليها يا ست، انا ببكي على حالي، على فرجة اهل البلد عليا كلهم النهارده. ليه كده يا امه؟ ليه كده يا امه؟ استغفر الله العظيم، رحمتك بينا يا رب. منك لله يا عطيات يا بنت عبد الله، منك لله. يا احمد، حاجه ام عبد السلام. ده صوت شعبان ابو ليه. ايوه يا شعبان، اتفضل يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعالى يا شعبان شوف اللي احنا فيه يا ابني. اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه كده برضه يا احمد. طب هو قوم معايا نروح نقعد شويه في دارنا، خالتك ام شعبان عايزه تشوفك. اسمعها مني كلمه يا ابن عبد السلام، مفيش حاجه تكسر القلب، تهدي العافيه والبدن، قد الحزن والدموع. اسالني انا يا ابني، انت لسه صغار والدنيا قدامك، ما تخليهاش تغلبك من دلوقتي. خساره يا ابني، خساره. أمي هي اللي غلبتني وبهدلتني.